أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وإن للإمام الحسين عليه السلام منزلة عظيمة عند الله عز وجل حتى جعله سيد شباب أهل الجنة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أحب أن ينظر إلى سيدي شباب أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وأشار إلى الإمام الحسين عليه السلام. وصل بنا الكلام في الحلقة السابقة عن معنى العبرة والعبرة، وقلنا إن العبرة هي أن يصلح الإنسان نفسه ليكون من أنصار الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا أن يثبت على الدين لكي يكون قادرا على نصرة الإسلام، وأيضا أن لا يسكت عن الظلم والظالمين، وأن يفدي الإمامة بنفسه. بلي تفضل. أستاذ، ما معنى العبرة؟ أحسنت. ما هو اسمك؟ علي. أحسنت يا علي، تفضل. سأل أخوكم علي: ما معنى العبرة؟ ورد عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن إلا واستعبر. يعني معنى العبرة أن المؤمن بمجرد أن يذكر الإمام الحسين عليه السلام عنده في مجلس عزائه تسيل دمعته على خده، ويبكي لمصاب الحسين عليه السلام، ويستعبر لهذا المصاب الأليم الذي جرى على الإمام الحسين عليه السلام، وثواب هذا البكاء عظيم، كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام دمعة حتى تسيل على خده، بوأه الله بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. فبمجرد أن يبكي الإنسان على الإمام الحسين ولو دمعة بسيطة، فإن هذه الدمعة تكون له عند الله بمنزلة أن يدخله بها الجنة. فالإمام الحسين عليه السلام له منزلة عظيمة عند الله عز وجل حتى أعطي هذا الثواب العظيم الذي يستطيع المؤمنون بمجرد البكاء على الإمام الحسين أن ينالوا الجنة ويسكنوها أبد الآبدين. وبهذا ينتهي حديثنا لهذا اليوم، وسنكمل إن شاء الله في الجلسات المقبلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.